واحد بيقول قرأت كتاب للأنبا غريغوريوس يقول فيه ده من سد سدن ده يقول فيه إن السيد المسيح له روح إنسانية مرتبطة بالزمن وجدت بوجود الجسد الذي اتخذه من السيدة العذراء. الكلام ده صح فعلا، يعني المسيح من جهة اللاهوت فوق الزمن أزلي لا بداية له، لكن لما تجسد وأخذ روح إنسانية وجسد إنساني كانوا مرتبطين بالزمن اللي هو زمن الولادة، لكن مش مرتبطين بالزمن من جهة النهاية.